قبل ما نبدأ الفيديو، مبروك الناس اللي جات على بايبيت سوي. طبعا وصلنا ايميل من فريق بايبيت، كذلك من فريق سوي، انه تم اختيارنا على الوايت ليست 0.03، تم الاشتراك الحمد لله، بارتيسيب 27,000، والتوتال سبلاي 94 مليون توكن، فتوتال انفستمنت هو 1 مليون وشوي. باقي 9 ايام ونشوف اذا راح ناخذ التوكن ولا لا. هل راح يكون راندم عشوائي او راح ياخذون حق الوايت ليست؟ الناس اللي لسه ما وصلتها يعني الايميلات، ايميلات اونجوين يعني رايحين في الطريق، فممكن تتاهل في بايبيت، ممكن كيك وان، وممكن اوكي اكس. فمبروك عليكم، ويلا بينا شرح على سوي سواب. راح نشوف طريقه اردروب مهم جدا ومتاكده راح يكون قوي جدا، لانه هو منصه ديفاي. فمنصه ديفاي طبعا راح تكون من اهم المنصات اللي راح تتم عن طريق انطلاق المشروع السوي، وراح تكون اول منصه تتيح لك سواب والكواليتي وكل هذا. راح نشوف طريقه الاشتراك، لانه هذا الايردروب قديم، ولكن حتى الناس الجدد يدخلوا يجمعوا البوينت، ونشوف كيف الطريقه. فيلا بينا على الشرح. قبل البدء، لا تنسوا دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعالوا قناة التليجرام للتحديثات. عندي قناة الرسمية كريبتو أليرت، قناة التانية كريبتو أليرت 2 للاحتياط. لازم تشترك فيهم الاثنين عشان أي ايردروب جديد، أي فرصة ممكن تدخل معي في أول خطوة. والحمد لله انتم شايفين الإثباتات في التليجرام، كم الحمد لله نحقق من أرباح، ما شاء الله علينا وفريقنا متكامل. وشكرا على تفاعلكم على التليجرام، شكرا كثير والله جدا انكم تفرحوني عندما يكون فريقنا متكامل ونساعد بعض. فاول شيء شو راح نحتاج؟ راح تحتاج الديسكارد وتويتر، وتحتاج الكروتري، وراح نحتاج بعض السوابات على المنصه الخاصه بهم. فهذا هو الديسكارد الخاص بسويسواب. طبعا مثل ما خبرتكم هذه منصه، اوكي، منصه لا مركزيه، راح نشتغل عليها. طبعا انت اول ما تدخل لازم تكون معك محفظة السوي، اوكي، كذلك الديسكارد، ولازم نروح على الكرو، لازم توصل للليفل 11. راح اخبركم الطرق اللي راح توصل بها لليفل 11، اوكي، ونبتدي. فانت اول شيء لازم تربط بالديسكارد، لازم تربط بالديسكارد، مش ميتا ماسك. راح تروح على كونكت والد هو ديسكارد. انا راح اربط بميتا ماسك ليش؟ لانه راح اشرح لكم الخطوات، لانه انا خلاص اوريدي مسويه يعني هنا مسويه المهام كلها. فراح نشوف المهام الاول وجديد، راح مع بعض يعني نسوي نيكست ونشوف كيف الطريقه. تمام، فيريفاي اكاونت. انت راح تربط بالديسكارد، انتبه تربط، لانه هذا سوي، مشروع سوي، اوكي. انا الان في الليفل 1، اوكي. معانا اول خطوه راح تسوي كليم ريورد، انا ما راح اسويها لانه ما عشان ما يعتبروني سكام. هذه اوكي سبيشال جيفت، هذه راح يعطونك ضرب 2 بوينت. راح اخبركم كل هذا لما توصل ليفل 11. ليفل 11 هنا يعني انت راح تكمل جميع المهام اللي راح تكون في مثلا هذه المهمه، اوكي. تراي تو فايند انسر، اذا ما حصلتها خليها سوي لي احنا المهام، انا راح اشوف لكم هاي يعني الانسر الخاصه بهذا، وحاطه لكم اياها في مع المقاله اللي راح تحصلوها تحت اسفل الفيديو. كذلك هذه الانسر الخاصه بها، كلهم راح احاول ادور عليهم اخبركم. كذلك عندك هنا فولو سوي، لازم تسوي لهم فولو. كونكت تويتر تسوي لهم فولو. جوان ديسكارد كذلك راح تسوي جوان ديسكارد، انت اوريدي مسوي جوان ديسكارد مربوط على الكروتري، غيروا الدومين نيم. المهم فيزيت ويب سايت، راح اسوي فيزيت بيج ويب سايت، هذه راح اسوي لها بعد شويه السواب والكواليتي كل هذا، اوكي. ميك سواب اون سو سواب، راح اسوي ميك سواب وترفع لقطه الشاشه مثل ما هم كاتبين لقطه الشاشه انك سويت السواب في الترانزاكشن. كل هذا راح نشوفه، ركز معي فقط، انا ما راح اسوي المهام معاكم، ولكن هنا انفايت فايف فريند، جيبوا إحالات، حاولوا نجيبوا إحالات أو اشتروا إحالات مثل ما شرحت قبل زمان كيف طريقة شراء إحالات من المواقع الروسية، فأنا شرحت لكم إياها زمان. ديلي كونكت راح أسوي ديلي كونكت، هنا ويكلي كونكت، تمام. بازيك مش ضروري توصل للليفل 11 طبعا، الناس الجدد ممكن يوصلون فقط أي ليفل تاخد البوانت. راح أخبركم البوانت كم راح تتحول توكن،
basic what is a swap كل هذا راح نشوف لكم يعني الأجوبة أخلي لكم إياها في المقالة. هنا مثلا الأجوبة كلها طبعا راح أروح للتليجرام الخاصة بي وأشوف إذا حاطاكم الأجوبة. بالنسبة لهاي ثلاث أجوبة حصلتها حاطاكم إياها عندك سوي جول جلوبال كوميونتي سبيشال كود، راح تنسخ هذا الكود راح أخلي لكم إياها في المقالة وراح تشوف مثلا هذه كوميونتي تحطها هنا تسوي كلين أوكي. كذلك إيكو سيستم كوميونتي إيكو سيستم هو هذا هو الكود تمام، حطها هنا راح أشوف لكم كذلك الجواب حق هذا. بالنسبة هذه خلصناها. بالنسبة للكويز أوكي الأجوبة الخاصة بهم أنا كل شيء حاطة لكم إياه في التليجرام فقط أنتم ما تنتبهون. مثل ما خبرتكم طريقة البحث عندي في التليجرام، تروح على البحث هنا تكتب اسم المشروع وتصير تدور في المقالات هنا من آخر المقالة، يعني من يوم تكلمت على المشروع هذا أول منشور هنا تاريخ 2022 شهر 10 أوكي، تصير طالع 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 مثلا أوكي. هاي الكويز أنسر كويز كلهم راح تحصلهم، يعني راح اليوم إن شاء الله راح تكون في ليفل 5-6. تخلص الكويز كلها أوكي تيجي هنا كذلك ميميز الموقع أوكي حق الميميز مثلا يقول لك هنا make emoji about Swiss swap and post on Twitter. كيف راح نسوي ميميز مثلا على سبيل المثال نختار أي ميميز هنا، مثلا اخترت هذه نكتب هنا في الخانة الأولى other، أنت ما تكتب مثلي project، ما تكتب مثلي Swiss swap me تمام. هاي سوينا يعني سوينا الإيموجي اللي يريدون ف create ميمي سوي لها داونلود أوكي. ما حصل داونلود سوي لها save image تحطها في الديسكتوب خاصة بك تمام. هاي موجودة راح نسويها أمامكم هذه أوكي، يعني أسويها في حسابي الرسمي. فهنا يقول لك لازم ننسخ هذه على تويتر خاصة بنا، فركز معي شو راح أسوي. راح بروح على تويتر أوكي ونضغط على تويت، بعدين نجي ننسخ هذا، نشيل هاي العلامات ما أدري شو تسمونها، المهم نشيلها أوكي. راح يبين معنا بهذا الشكل، ننزل تحت ونشوف شو كاتبين، نكتب لهم أي شيء يعني كلام حلو، ونجي نرفق للإيموجي هذه أو ميمي تمام، وتويت نعطي تويت وفيو ناخذ الرابط بهذا الشكل نجي نحطه هنا. هذه المهمة بالنسبة لهذه المهمة خلاص in review فقط يخلص. أنا level 11 فقط يخلص، راح يبين معانا النقاط تنزاد أو ينزاد معانا الليفل. فنرجع هذا الحساب، يعني مثل ما خبرتكم ما أقدر أسوي أمامكم. عندك هنا play سويس يعني الأشياء اللي ممكن تحصلون فيها مشكل، هذه لا هذه like وريتويتاية مش مشكلة، like replay وريتويت. في جيم لازم تسوي لها بلاي ادور عليها، فيمكن شالوها الجيم، المهم اذا حصلتها اسويها ولا مش مشكلة. المهم المهام كلها فقط سهلة جدا. ننتقل الان كيف طريقة عمل السواب والكواليتي وكل هذا، ونشوف كيف راح ناخد الرول. طبعا الرول لما توصل ليفل 11 راح تاخد هذا الرول اللي خبرتكم عليه، هذا هو 2 point عشان يتضاعف النقاط الخاصة بك. طبعا تنويه اوكي اذا رحت على البروفايل الخاص بك راح تيجي على edit profile، ضروري تحط محفظتك حق السوي تمام، محفظتك حق السوي، تروح على السوي تاخذ المحفظه وتيجي تحطها وتخليها public يعني wallet public profile، تخليها عشان يشوفون المحفظه الخاصه بك تمام. انا تقريبا خلصتهم كلهم، فقط لازم تحديث in review وخلاص اوكي. ننتقل للموقع هذا خاصه بهم، كيف الطريقة connect wallet وبعدين نختار سوي wallet connect. تيجي أول شي تروح على كلمة token أوكي،
وتسوي منت، منت ليهم جميعا. انا سويت المنت للداي اوكي البي ان بي، وسوي معاي راح اسوي منت للصول امامكم، راح تعطي ابروف. طبعا انتو عارفين كيف راح تجيبوا الفوسيت حق سوي، تروحوا على تسكارت الخاص بمشروع سوي ترسلون عشان الفوسيت. هنا منت صول سكسسفولي يو اس دي تي، كذلك راح اسوي منت ابروف، واختار كذلك ديسكتوب التوكن و بي تي سي والايتر و اس دي تي. اوكي انا سويت اللي اقدر عليه، المهم نروح على السواب وبعدين نختار اي توكن، مثلا سول مقابل سوي، نعطي الماكس ونعطي سواب كونفيرم سواب على سبيل المثال. انا بعطيكم على سبيل المثال ابروف، ننتظر. لازم تنتبه انه تمت العملية، اذا ما تمت العملية خلاص سواب كوان سول تو سوي سكسسفولي. بعدها نروح على البول، نختار اي مثلا اي شيء، مثلا بي تي سي مقابل سوي، نعطي اد اوكي، نعطي الماكس. ماكس هنا ما عندي الماكس، ما عندي بي تي سي، نشوف اي مثلا داي اد ماكس. تمام ديبوزيت، ننتظر ابروف. ونلاحظ هنا اذا تمت العملية، تمت العملية ديبوزيت سكسسفولي. نروح على ستيبل كوين، عندنا يو اس دي سي، يو اس دي تي نعطي اد، شوف اذا معي معي نعطي ديبوزيت. كذا راح تاخذها فقط من التوكن فوسيت ابروف. وبعدها شو راح تسوي؟ راح تيجي على الترانزاكشن هنا وتلقط لقطة الشاشة، وتروح على الكرو اللي خبرتكم عليه قبل، يعني لما شرحت قبل شوية قلت لكم لقطة الشاشة وتحطها في انك سويت تيست نت. بالنسبة لهذا الشرح اوكي، ننتقل الان الى الديسكارت ونشوف طريقة يعني البوينت. عندك الديسكارت، عندك الشانيلات هنا، راح تروح لي على اول خطوة انك تروح على سويس بوينت، وراح تنتبه هنا في هاي هنا تسوي سلاش اوكي، تسوي اول شي تشوف البوينت الخاص بك سويس اوكي بوينت، راح يبين معك سويس بوينت، تضغط عليها تعطي ارسال اوكي، راح يبين معك هذا اللينك، تضغط على اللينك هذا تنتقل هنا وتشوف البوينت الخاص بك. راح ننتظر لحظات راح نشوف البوينت الخاصة بنا. انا البوينت الخاص بي 7452، ليش؟ لانه مثل ما خبرتكم لما وصلت ليفل 11 اعطوني ضرب مرتين اوكي. بالنسبة للبوينت كيف راح تطلع البوينت اكتر؟ ليش؟ لانه في قال هذه شو تقول، الناس اللي مع او جي جولد رول راح ياخذون تقريبا هذه 100,000 بوينت اوكي. الكومبليت كرو تاسك راح ياخذون 3000 بوينت. كولكت ملتي سواب وجالاكسي، مهم جالاكس كواتا 2000 بوينت. ادر ايفنت 2550. يقول لك على سبيل المثال اذا اخذت 17550 بوينت راح تنضرب في 2 وراح يجيك توكن الخاصة بسويس واب 35100، يعني راح تكون قيمة توكن على سبيل المثال إذا جمعت 17550. أنا كم معي حاليا لحد الآن، لأنه هاي البوينت تزايد يوميا بتفاعلك في الديسكارد، بتفاعلك في الكرو، وبتفاعلك كذلك في ردك على مثلا في الجنرال شات الخاص بهم. هنا إذا رحنا على الجنرال شات ترد كل يوميا، إذا ناس تريد هيلب مساعدة ترد عليهم، طلع الليفل الخاص بك في الديسكارد راح يزيد يعني تفاعلك والبوينت الخاص بك. كذلك عندك مهمة أخرى إنه ممكن، عفوا وين الديسكارد، مهمة أخرى إنه يوميا تاخذ على تويتر نيم بوينت. إذا رحنا على تويتر خاص بي بروفايل راح تحصل لي أنا حاطة رحالي 7، يعني بروح على البوينت الخاص بي نفس الاسم اللي هنا اوكي، بنفس الاسم اجي احطه على تويتر، اخلي فراغ وحط سلاش هذا، راح اخليكم هاي انت غير فقط الاسم هذا اللي موجود على سويس بوينت، غيره فقط وحط اسمك وحط جنبها سويس واب. يوميا راح تاخذ عليه بوينت اوكي، يوميا البوينت هذه مثل ما خبرتكم هي قيمة التوكن، كل ما كان عندك توكن اكثر كل مبلغ اكبر.
تمام. كذلك نفس الشيء في الديسكارد، ولكن بالنسبة لي أنا الديسكارد ما حسوي، ممكن يكون في مشكلة لأنه مسوي أدروبات قبل، راح يتغير الاسم. والله أعلم، راح أشوف بعدين كيف طريقة التغيير في الديسكارد وأخبركم. يعني لازم أسوي كذلك هنا في الديسكارد، إيديت بروفايل، أروح على هنا أوكي وأغير سويس بوينت، أحط سويس بوينت. راح أشوف وأخبركم بعدين كيف الطريقة. ننتقل إلى طريقة إضافة الوالد الأدرس، راح تأخذون عليها 100 بوينت. إضافة الوالد الخاصة بك بتروح كذلك على سويس بوينت هنا، دور عليها فقط، هذه هي، تيجي هنا أوكي والد، راح أشوف الكوماند أرجع. طيب هنا يقولك لينك أدرس أوكي، نروح على سويس بوينت نعطي سلاش أوكي لينك، نكتب لينك، راح يبين معك لينك أدرس. تيجي هنا تحط الأدرس الخاصة بك حق سوي بهذا الشكل، وبعدين تعطي إرسال، تعطي إرسال راح يقولك your wallet address has been leaked، خلاص راح تبين معاك عند دخولك هنا إنه الأدرس الخاصة بك تم ربطها. ويوميا اشتغل عليه لين يقول خلاص سناب شوت تاخذ وكل شيء، يوميا اشتغلوا عليه، خلوه عندك في متصفح، يعني تدخل ديسكارد تكتب لهم اي هيلب اي شيء، طلع الكرو الخاص بك، طلع الليفل الخاص بك في الديسكارد، وزادوا معاك البوينت، والبوينت نضرب في 2، وهاي الاثنين راح يكون توكن، والتوكن الله اعلم ممكن يصير 1 دولار، ممكن يصير نصف دولار. المهم اي شيء يجينا من الايكو سيستم حق السوي خير وبركه. بهذا الشكل نكون خلصنا، نشوفكم على خير في فيديو لاحق، مع السلامه.